مرحبا، أنا معالي طب أخصائية الصحة والجمال. رح أحكي عن موضوع كتير مهم، موضوع السيرولايت أو تراكم الدهون وتكدسها في أماكن محددة في جسمنا، منطقة البطن، منطقة الأرداف، والترهلات الجلدية اللي احنا بنسميها أحيانا بالمصطلح البسيط هي قشرة البرتقالة. بشرة قشرة البرتقالة بنسميها لأنها بتؤدي لترهلات وتكدس الدهون بشكل غير منتظم في تحت طبقات الجلد بشكل مباشر، فبتعطي منظر غير محبب وغير لائق عند المرأة وغير مرغوب فيه. اسبابها بتيجي كثير، اغلبها هي بتكون نسبه عاليه جدا، بتكون اسبابها تغيرات هرمونيه وعادات غذائيه خاطئه وقله التمارين الرياضيه تؤدي الى تكدس هذه الدهون في اماكن بشكل غير محبب لنا. ماكس اون خصصت كريم اللي هو سيلوفيرم، كريم سيلوفيرم كريم جل، هو عباره عن كريم جل لعلاج او حل هذه المشكله لحرق الدهون. بتعمل تحتوي داخلها على نسبه عاليه من الكافيين وايضا نسبه عاليه من السنتيريا. كافيين بيشتغل بطريقتين، نحن بنعرف ان الكافيين عدو الدهون الاول، تعمل على حرق الدهون بشكل مباشر وتكسير الدهون المتراكم في الاماكن المخزنه فيها، وتعمل على تفتيتها والتخلص منها. والطريقه الثانيه منها، الشق الثاني منه، وهي عمليه التسخين او عمليه الحراريه، المفعول الحراري للكافيين، تنشيط الدوره الدمويه، فيعمل على فلترة الدهون المتكدسة في هذه الأماكن والسموم والسوائل المحتبسة، بيعمل على فلترتها والتخلص منها بهذا المفعول الحراري. لهذا السبب السيدات عندما استخدام هذا الجل راح يلاحظوا في خلال دقائق أو خلال راح يلاحظوا الجلد صار فيه احمرار بسيط وصار فيه مفعول التنميل والسخونة، دليل أنه الكريم بلش يعطي مفعوله على طبقات الجلد من جوا وبلشت عملية الحرق والتخلص من السموم المتراكمة. أيضا بيحتوي على مادة كتير مهمة، مادة السنتيريا. السنتيريا بتعمل مفعول الترميم والتصحيح للنسيج لتفادي الترهلات والتشققات، وأيضا يترك البشرة بطريقة مشدودة وناعمة. هذه كانت السيلوفيرم، استخدامه مرتين في اليوم في الصباح وفي المساء عن منطقة الأرداف ومنطقة البطن والأفخاد أيضا. هذه كانت بخصوص السيلوفيرم.